السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أوزجو نامل اشتهرت قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وكانت ترفض المقابلات الصحفية وعروض الإعلانات. لم تقوم بأي تصريح مسيء لأي فنان يوما ما. اعتزلت قبل 9 سنوات وقالت قبل اعتزالها: الحياة تعطينا فرص وأنا أخذت فرصتي، من يدري ربما أعود للتمثيل بعد سنوات طويلة حينها ألعب دور الجدة. كان آخر عمل لها مسلسل الرحمة، حصدت جوائز عالمية ومنها جائزة أفضل ممثلة صاعدة في مهرجان أنقرة السينمائي الدولي عام 2002، جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز صدري ألي شيك، جائزة أحسن ممثلة في حفل توزيع جوائز السيدة إنجي لأفضل الأعمال التلفزيونية، جائزة أفضل ممثلة عام 2006 في مهرجان إسطنبول السينمائي، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البرتقالة الذهبية بأنطاليا عام 2007، جائزة أفضل ممثلة من جمعية نقاد السينما، جائزة أفضل ممثلة من مهرجان يش الجام للجوائز الفنية، جائزة أفضل ممثلة دولية من مهرجان بونا السينمائي الدولي في الهند. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.